انا مهم عندي جدا فعلا ان انا استطلع اراء الكتاب والصحفيين، وانا دائما اقدر الصحفي الشاطر اللي اشتغل الصحافة من المربع صفر حتى صار رئيسا للتحرير، زي صديقي وزميلي العزيز مصطفى عمار رئيس تحرير الوطن. ازيك يا مصطفى؟ يا استاذ يوسف، اخبارك ايه؟ وحشني يا دي جدا. استاذ بقى انا اقول صديقي يقول لي يا استاذ. طب اخد بعضي واروح. طيب طبعا انت عارف انت صديقي العزيز. اه مصطفى والله لازم، ده انت دايما ترفع معنوياتي وتؤازرني في اوقات الشده. هو في الحقيقه يوسف اي حد بيسمعك لازم يعرف ان انت مذيع تاريخك يعني لا خالص تاريخك مشرف ورايك حر 100%. الله يحفظك الله يخليك. واحنا مع يعني لا يوجد ما نجل منه ان احنا نقول راينا في اي مرشح رئاسي ما فيهم قياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. حقنا كمواطنين وناخبين مش كده؟ صحيح. طيب. والدولة بتكفل ده جدا، واحنا بنتكلم يعني بمنتهى الأريحية ومنتهى الصراحة. مصطفى، هل استشعرت او التمست او حسيت اللي حسه صديقك يوسف من انه هناك استدعاء لجماعة الاخوان للمشهد، استدعاء لنفس الخطاب، استدعاء لنفس الاساليب، استدعاء لنفس الوجوه؟ في الحقيقة يعني ظهور أحمد الطنطاوي نفسه على الدائرة ومحاولة تقديم نفسه كمعارض أو كأمل جديد للناس في التغيير، هو يعني زي ما أنت قلت في وصفك العظيم هو حكشة سياسية. فأنا لا أستطيع أن أؤمن بشخص يعني تم تحويله 3 مرات لمجلس تأديب أثناء ما كان موجود عضو بالبرلمان، شخص فشل في انتخابات 2020 في الحصول على مقعد جوه دائرة وليست محافظة، شخص عندما تولى رئاسة حزب الكرامة اعترض ويقدم استقالته اعتراضا على مشاركة الحزب في الحوار الوطني، شخص اختفى في لبنان لمدة 9 أشهر تحت ادعاء تحضير رسالة ماجستير ولا نعرف من أين، هو من أسرة بسيطة مثل الأسرة التي أنتمي إليها وكثير من عوام المصريين، من أين أقام في لبنان 9 أشهر كاملة ليحصل على رسالة الماجستير؟ وأين هي الرسالة يا يوسف؟ ده سؤال برضك لازم الناس. أنا هفترض أنه كان محوش قرشين، بس هو فين الرسالة؟ هو أجاب للناس أنه كان عنده قطعة أرض وبحث. تمام ماشي، فين الرسالة على رأيك؟ أنت قلت الرسالة دلوقتي حاجة مهمة، فين الماجستير اللي رجعنا بيه؟ أنا قعدت 9 شهور في لبنان، كان يظهر بالفيديوهات والصور التي ينشرها على حسابه الشخصي يعيش عيشة راغبة في بيروت. ما شاء الله. من أين هذه الأموال التي أنفقها في تحضير رسالة ببيروت؟ والرسالة دي مصيرها إيه؟ هل حصل عليها؟ هل فشل في الحصول عليها؟ تاني حاجة، الخطاب السياسي ليه أو النبرة التي يتبناها أنا لم أره يتحدث عن برنامج انتخابي واضح. الرئيس عبد الفتاح السيسي لما جه قال أنا عندي رؤية طبقها على مدار 10 سنوات، أنا شايف نتاجها، أنا وأنت نختلف نتفق عليها لكن أنا شايف إن الرؤية تنفذت. أين هو ما يحلم به أحمد طنطاوي لمصر؟ والله مصطفى أنا شفته في حوار عامله مع الزميلة فتحية الدخاخني. ده حوار عظيم، ويعني فتحية قدمت خدمة جليلة لينا كلنا جدا، لأنها بتسأله على الديون، فقال لها احنا عايزين نستلف 30 مليار بسرعة بالظبط كده. صحيح. قالت له مش انت ضد الديون؟ قال لها لا، ما دي حاجة تانية. هو انت ضد الديون ولا انت مش ضد الديون؟ انت عايز تستلف من بره ولا مش عايز تستلف من بره؟ على بيع الرئاسية وعلى بيع القصور الرئاسية يعني انا عايز اشوف برنامج اقتصادي اصلاحي يتبناه اذا كان النظام المصري الحالي يعني هو غير راضي عن ما قام به من خطوات اصلاح. طيب حضرتك هتقدم ايه للمواطن المصري عشان ينتخبك؟ ما هو برنامجك؟ ارجوك توقف عن انتقاد ما قمنا به على مدار 10 سنوات. حضرتك هتقدم ايه لمصر؟ اريد جمله واضحه يا استاذ يوسف تحمل منطق، يعني نريد منطق. فكرة الهجوم على يعني القيادة السياسية أو على رئيس الدولة، فيبقى ده هو مشروعي الانتخابي اللي بتاجر بيه، أعتقد أنه مش هيدخل عقل أي حد بيفهم أو بيقدر مصلحة البلد. ما هو موقف طنطاوي من الأزمة اللي حضرتك كنت بتتكلم فيها دلوقتي، من فكرة الضغط على مصر لتوطين الأشقاء الفلسطينيين في سيناء لو كان هو موجود؟ ما هو رأيه؟ ما هو رأيه من عودة الإخوان للعمل السياسي؟ وبرضه قالوا خلاص، وأيمن نور قالوا يا يوسف لما قال إن هو عقد معاه اجتماع
واللي هو قال لك انا الاخوان فصيل اصيل في الدوله المصريه وسيتعاون معهم، ودي كانت اشاره بدء للتحرك انه يناصر جماعه الاخوان، وبالتالي جماعه الاخوان ايدت ترشح احمد طنطاوي للانتخابات الرئاسيه. هو واضح وصريح جدا. زميلتنا فتحيه الدخاخني لما بتقول له قيادات اخوانيه بتؤيدك، يقول لها انا مش مسؤول عن اللي هيأيدني، وهل يسأل المرشح عن مؤيديه؟ ثم عاد واستكمل الكلام، قال لها وان كان وايه يعني؟ وفيها ايه؟ هو كل الاخوان وحشين؟ يعني لو في واحد في عيلته واحد حرامي يبقوا كلهم وحشين؟ يعني مقاربات برضو فكريه بتاعت تانيه ابتدائي كده برضو انا ما فهمتهاش، محاوله والله. انه يبلعنا الاخوان بالمعلقه، انا مش قادر افهم ده. هو انا بس عايز اقول لك يا يوسف، انت راجل يعني قارئ ومثقف كبير، انا يصعب عليا ان المعارضه المصريه يتم تلخيصها في احمد الطنطاوي، لانها اعظم واعرق ويعني وتاريخها مليء برموز طبعاً. عظيمه جدا طبعاً. جدا جدا جدا، فلا يعني يعني لا يستوي ان يبقى الطنطاوي هو رمز المعارضه في مصر، دي حاجه تبقى مثيره للضحك وللشفقه في نفس الوقت. ثم انه ما احنا قدامنا مرشحين من المعارضه المصريه، يعني الدكتور فريد زهران اليس معارضا عتيدا صحيح. تاريخيا صحيح صحيح، وراجل محترم ونزيه وزي الفل، عنده آراءه اللي يختلف معها البعض ويتفق معها البعض، لكن في النهاية خالص هو فريد زهران مع حفظ الألقاب. صحيح صحيح. أنا برضو مستغرب ليه المعارضة بعضها بيصف خلف هذا المحتمل. أنا طب أنا عندي سؤال كمان. اتفضل. أنت بتشوف حجم علاقة أحمد الطنطاوي بجماعة الإخوان إلى أي مدى؟ يعني هل هي محاولة منه لمغازلتهم لإعطائه أصوات، ولا أنه هناك علاقة حقيقية على المستوى الحركي لو صح الكلام يعني؟ أعتقد اجتماعه مع أيمن نور قبل مجيئه إلى مصر وترتيب عودته لمصر وفكرة ترشحه للرئاسة، هو صك من الإخوان أنه هو هيكون مرشحهم في انتخابات 2024 او 23 اللي احنا فيها ديت. هو على اتصال، اعتقد هو على اتصال يعني على مستوى عالي بقادات جماعه الاخوان المسلمين سواء في مصر او خارج مصر، طلب منهم دعمهم. شفنا بعض الفيديوهات لمن يؤيدون الطنطاوي على منصات التواصل الاجتماعي وهم يرفعون شعاراتهم اللي احنا عارفينها كلها. لا، وحلمي الجزار قالها صراحه يعني. صحيح صحيح، على الهواء مباشره، لم يجل جماعه الاخوان المسلمين تؤيد احمد الطنطاوي، يعني هو ما خباش وما قالش ما عرفوش، ولا قال لك احنا بنأيده في الانتخابات القادمه. طب هو معقول بعد اللي حصل واللي عملناه شعب ودوله وجيش في 30/6 انه طنطاوي يرجع لنا الاخوان تاني؟ والله يا يوسف القرار قرار الشعب، واعتقد ان ذاكره الشعب المصريه يعني مش يعني لا نحمل ذاكره سمك علشان ننسى المشاهد اللي كانت بتقرط نمنا، وما كناش بنعرف نخرج من ابواب بيوتنا. انت عشت التجربه دي معايا، عشنا ده طبعا، عشنا البلطجه اللي مارست على الشعب المصري، عشنا التخويف. انا لما كنت شغال في الفجر فقط زميل عزيز ليا الشهيد الحسيني ابو ضيف في موقعة الاتحاديه على يد جماعه الاخوان المسلمين، يعني احنا كنا قدام فصيل سياسي يرى اي حد يختلف معه هو كافر وخارج عن الدين ويستحل دمه، ودي كانت مشكلة الشعب المصري مع الإخوان المسلمين وجماعة الإخوان المسلمين. أنا ممكن أختلف معاك يا يوسف، لكن هتبقى مسافة من الاحترام والود طبعا ما بيننا، لكن إن أنا أبص عليك إن أنت خارج عن الدين أو إن أنت أدام لا تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين لا تسوى شيئا، هي دي أزمتنا مع جماعة الإخوان المسلمين. والله يا مصطفى يعني أنا أشوفه مشهد مقلق جدا، فكرة محاولة انه يبقى واحد لابس لنا البدلة والقميص الناصري ثم نكتشف انه ما هو الا واجهة جديدة للاخوان، دي في حد ذاتها شيء غير جيد على الاطلاق، والاسوأ منه ان ناس تبقى مصدقة انه ده معارضة وانه ده يعني رجل ناصري محترم، واحنا عندنا يعني اقطاب ناصرية من نفس ذات الجيل بتاعي وبتاعك، ناس زي الفل واشرف من الشرف بحد ذاته يعني. فانا استغرب انه ده يتحط معاهم في نفس الصف، اتخض بل ادعوهم للتبرؤ الدائم منه يعني. ده من ناحية، ومن ناحية تانية انه المعارضة نفسها يجب ان تلفظ
يعني هذا الرجل والله العظيم لفظا. اشكرك مره تانية يا مصطفى، واتمنى جدا 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 ان انا اشوفك بره البرنامج وجوه البرنامج، بس بره البرنامج الاول عشان انت صاحبي، وجوه البرنامج صحفيا وكاتبا كبيرا ورئيس تحرير لجريده الوطن، صديقي وزميلي العزيز مصطفى عمار.